مساله الكاس هذه اللي تاجلت مع الغدوه كاو عملنا معناها ترابس في المغرب اللي حضرنا به الكوب وشامبيون ما نساوش لي الكوب هو من الاوبجيكتيف نتاع ليكيب كاو نحاولوا نحضروا مليح خدمنا مليح في المغرب وحتى كي روحنا خدمنا بالقدا ان شاء الله غدوه معناها نقدموا ماتش به وفرحوا جمهور الترجي ونرجعوا معناها نرجعوا للانتصارات نتاعنا اللي كملناها في الشامبيون ان شاء الله بتبيع كل ما تبدا مقابلات هذوما اللي ماتش بياج هذوما يتسميو ماك تعرف خاطر وزيد مقابله كاس مفهميش معناها مفهميش ماكش باش تسامح فيها كان باش تعمل اقل عثره معناها باش تحمل كوب كاو نحاولوا نعرفوا كيفاش نعملوا انتم دو ماتش به و كاو ما لازمناش نستسهلوا المنافس وان شاء الله ربي يجيب نفسه ان شاء الله بتبيع مادام غادي كيفاش نلعبوا على الترتون لازمنا نترينو في على الترتون كاو حاولوا معناها كيما قلت لك نتاقلموا مع الحكايات هذوما كل خاطر مش غريب علينا باش نلعبوا في الترتون لعبنا برشا بارتيات في الترتون في الافريك بريسك تلعب كان في الترتون كاو مش اول مره باش نلعبوا في دي كونديسيون كيما هكا ان شاء الله ربي يجينا في السويد كوب مش كيما الماتشات الاخرين اما لازمنا ما نكبروش على رواحنا الماتش لازمنا نهبطوا الماتش هذا كيما كل ماتش لعبناه وما نصورش يعني باش تكون حاجه صعيبه على الاسبيرونس باش تربح الماتش هذا ممكن والله مازلنا ما نعرفوا شيء نحن ديجا حتى مسيون تاع الفيزيوناج مازلنا ما عملناهاش وما نحن نعرفوا لي تيران طارتون يعني باش تعبنا شويه اما لازمنا نكونوا حذرين وكونسونتري الناس كل Bon, nous on est concentré, on a bien préparé le match. Et voilà, tous les joueurs sont concentrés, le coach nous a beaucoup parlé. Et on sait que à fait de coupe, il n'y a pas une petite équipe. Et voilà, ça nous de gagner vite cette équipe et puis d'être tranquille quoi. Parce que si on veut les négliger, bon voilà quoi, ça après ça va nous créer des problèmes.